بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا بد من اسمه الافضل السماء والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه معاكم؟ تحت العيد كل سنه وانتم بالف خير وصحه وسلامه. هنعمل النهارده تحت العيد ده هنا كده عندي 2 كيلو من السمنه زي ما انتوا شايفين اهو، وحطيت عليهم السمسم، حطهم على النار اهو، هنجدحهم كده بالسمسم كده. السمسم متحمص فيهم كده، مديهم ريحه جنان يا جماعه بجد والله. السمسم شوفوا عامل ازاي في السمنه زي ما انتوا شايفين، كل ما بيتحمص كده في السمنه بيطلع على الوش من فوق. بصوا ربنا على صلاح الحال لينا وليكم. هنا دي ذره ملح زي ما انتوا شايفين اهي على الضيق. هنا دول 5 كيلو دي نخلناهم زي ما انتوا شايفين اهم، ودي كوبايه سكر للكحك يا جماعه في العجينه. كوبايه السكر دي بتخلي الحاجه بتبقى حلوه وتستوي كده بسرعه. هنا بصوا السمنه بالسمسم يدي بدوقها على الضيق بتفور. بصوا عامله ازاي، هنقلب كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين اهو اهو. الكحك العيد لازم عادات وتقاليد، لازم كل بيت لازم يعمل كحك العيد، حتى اللي ما عندوش فرن لازم حتى يعملوا فرن البوتاجاز. ما انا كنتش جايبه فرن، كنت بعمله والله فرن البوتاجاز، او كنت ساعات اجر صاجات من الفرن البعيده وراح اوديه هناك. بس دلوقتي طبعا انتوا عارفين الواحد كبر بقى في السن وما بيقدرش يشيل ولا يمشي، وعندي اولاد ما بيعرفوش يشيلوا زي الناس ولا يمشوا ولا حاجه يعني. دلوقتي بقى الواحد بقى يعملوا ايه في البيت بقى. هنا حطيت واحدتين فانيليا على عجينه الكحك اهي زي ما انتوا شايفين اهو، تديله ريحه. ودي حبه خميره اللي هي الخميره الكبيره زي ما انتوا عارفين اللي في الافران ديت اللي بنجيبها، هندورها كده اهي، نفضيها على العجينه كده ونعجن بقى اهو. بجد يعني حاجة حلوة والله، حاجة جميلة. هنا حبة مية صغيرين كده بقى من الخميرة اهو، دي معلقة السمنة عشان نلم بيها العجينة اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنلم كده معلقة السمنة، العجينة بقت حلوة والله جميلة وطرية نعملها كده تاني بحب السمنة دي حب الزيت برضو. بص العجينة عملت ازاي يا جماعة، مش مفلقة ولا حاجة يعني ماسكة نفسها اهي. دوت الملبن اللي انا كنت عملته معاكم في فيديو برضو، هنحشي بيه الكحك اهو. عندنا حبتين جمل دقيناهم كده، هنعجنهم بالكحك كده بالكحك ايه بالملبن زي ما انتوا شايفين كده عشان نحشي بيه الكحك العيد كده يا جماعه. هنحط له هنا معلقه سمنه زي ما شايفين اهي عشان الملبن بيلبك زي ما انتوا شايفين كده. عجناه بالسمنه وعين الجمل اهي. هنقطعه بقى قطع كده زي ما انتوا شايفين اهي عشان على قد ايه الحشوه يعني، على قد الكحكة كده. بصوا كده يعني وهنا ديت العجوة اللي انا كنت برضه عملتها معاكم من زمان في ايام البلح اهي. هنعجنها برضه بحب السمنة زي ما انتوا شايفين عليها اهي. وهنا الكحك بننقش يا جماعة الكحك اهو. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وصحة وسعادة، و ربنا يصلح حالنا وحالكم ويعود علينا وعليكم وعلى الناس كلها الايام بخير، ويدينا ويدوكم طولة العمر وهنيه للي يعيش. يا ربنا يصلح حالنا وحالكم وان يتقوا الله يجعلنا مخرجا. هنا انا عشت. بص بننقش الكحك ازاي اهو، الله اكبر الله اعظم زي ما انتم شايفين كده.
نخلص بقى الصاج كده ونسيبه يخمر شوية، بعدين بنحطه بقى في الفرن. زي ما انتوا شايفين يا حبايب اهو الكحك سوينا حبة، حاجة جميلة وحاجة لذيذة، محشي بعين الكمل والملبن زي ما انتوا شايفين كده في الفرن. كمان بنسوي بركة ربنا بصراحة، الحاجة لما الناس كلها بتاكل منها بتبقى جميلة بجد يعني ولذيذة، وكل الناس دقت من الكحك بتاع امي، انا ما باكلش لوحدي، كل الناس بتاكل معايا، وكل اللي خد كحكتين ثلاثة بألف هنا وشيفة، حبة بسكوت حبة كحك. انا متعودة يا جماعة والله كل سنة ما بخش لبيتي قد اللي بوزعه، وكل سنة وانتم طيبين وانا اتعودت على كده، ودي عادة يعني. ما كنا نغبي الزمان انا والمرحلة والدتي، كنا كل الجيران تاكل من العيش، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يصلكم منا كل جديد. السلام عليكم.